أنا الدكتور فؤاد العبادي، أنا استشاري في جراحة الفم والوجه والفكين، واستشاري في زراعة الأسنان. أحمل شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من الجامعة الأردنية، والماجستير في جراحة الفم وزراعة الأسنان، والبورد العربي في جراحة الفم والوجه والفكين، والزمالة البريطانية في جراحة الفم والوجه والفكين، وكذلك دبلوم زراعة الأسنان من جامعة نابولي في إيطاليا، وعضو في الجمعية الدولية والأمريكية والبريطانية في زراعة الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين. في السابق، في 15 سنة السابقة، كنت طبيب اختصاصي في المستشفى الإسلامي لمدة 15 سنة. وفي خلال هذه الفترة تسلمت رئاسة شعبة جراحة الفم والوجه والفكين في المستشفى التابعة لقسم الجراحات الخاصة. ومنذ سنة تقريبا أسست مركز آراك لطب الأسنان. الرؤية في مركز آراك لطب الأسنان هي أن يكون مركز تخصصي شامل يقدم خدمة تخصصية شاملة في كل ما يتعلق في طب الأسنان. فلدينا 6 عيادات تخصصية لطب الأسنان: آراك تركيب مع طبيبة متخصصة في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، آراك جراحة وهي عيادة متخصصة في تقديم خدمات الجراحية وتجميل الوجه والفكين، الجراحات التقويمية، جراحات المفصل الفكي، زراعة الأسنان والجراحات المصاحبة للزراعة، والتعامل مع كل الحالات المعقدة والصعبة فيما يتعلق بمشاكل وتشوهات الوجه والفكين. في كمان عندنا آراك عصب مع دكتور متخصص في علاج العصب، ومجهزة بميكروسكوب وبكل الأجهزة اللازمة والمهمة في علاج العصب والأسنان ليكون علاج العصب على أتم وأدق وجه. ولدينا أيضا آراك تجميل وجراحة لثة مع طبيبة متخصصة في جراحة اللثة وتجميل الأسنان. لدينا أيضا آراك تقويم مع استشاري في تقويم الأسنان والفكين، وآراك أطفال مع طبيبة متخصصة في طب أسنان الأطفال.